حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي منبر رافدين. حلقة اليوم هي بعنوان العراق يباع من جديد بورقة الإصلاح البيضاء. هذه الورقة قدمت من قبل الحكومة العراقية للبرلمان لكي تصادق عليها، كما قالوا أنها مشروع للإصلاح الاقتصادي في العراق، لكن هنالك الكثير من التناقضات في هذه الورقة، وهناك الكثير من الانتقادات لهذه الورقة من نفس الكتل السياسية التي من المفترض أن تصادق عليها. العراق اليوم يحتاج إلى تغيير جذري لاستخدام ما يمتلكه العراق من أجل سحب الأموال أو استحصال الأموال من هذه الخيرات التي رزق الله بها هذا البلد، كي يقف على قدميه مرة أخرى وكي يعطي للشعب ما يستحقه، كي يعيش الشعب العراقي حرا ويعيش حياة كريمة. لكننا نجد هذه الورقة كحال الورقات الأخرى التي قدمت في باقي الحكومات السابقة تتكلم عن إصلاح، لكننا لا نجد فيها أي إصلاح، وتنتقد من نفس الكتل السياسية وتنتقد من المعارضين. لكن إلى متى سيبقى هذا الحال؟ سنناقش اليوم هذه الورقة، هي ورقة الإصلاح البيضاء التي قدمتها حكومة مصطفى الكاظمي للبرلمان كي يصادق عليها. تابعونا بعد الفاصل. الدستور بنقصان كبير ونواقص كبيرة. الدستور هو وليد عملية سياسية عرجة، أساساً ولدت عرجة. ولدت عرجة بظل نظام احتلال، الاحتلال سواها، قامت على الطائفية السياسية، على التهميش وعلى الإقصاء وعلى المحاصص وإلى آخره. نعم. هاي العملية السياسية أنتجت هذا الدستور وأنتجت الأوضاع السياسية اللي احنا فيها. بداية قبل أن ندخل في ورقة الإصلاح البيضاء التي قدمتها حكومة مصطفى الكاظمي إلى البرلمان كورقة إصلاحية من قبل اللجنة التي حددتها الحكومة، لكن نجد أن هذه الورقة في البدء لم تحوي أي اسم من هذه اللجنة، فهناك الكثير من الناس لا يعرفون من هم أعضاء اللجنة. السؤال، لماذا لم تكتبوا أسماءكم في هذه الورقة وأنتم تقولون أنها التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي؟ هناك الكثير من الانتقادات من الكتل السياسية، بداية بأحمد الصفار مقرر اللجنة المالية النيابية، يقول إن خزينة الدولة فارغة وأن خيرات العراق تكفي لتحقيق الرفاهية لأكثر من 100 مليون مواطن لولا سوء الإدارة. نسأل السيد أحمد الصفار، كيف إذن وافقتم على الحكومات السابقة خلال 17 عاما أنت ومن سبقك في هذه اللجنة أو في البرلمان العراقي؟ أحمد الصفار يبين أن موازنة عام 2019 كان الإنفاق العام فيها 133 تريليون دينار، وكان هناك عجز بحدود 27 تريليون دينار، وأن اللجنة المالية حذرت من خطورة الأزمة الاقتصادية في البلاد آنذاك، لكن اليوم نجد العراق في أزمة اقتصادية أكبر مما حصلت في عام 2019. لجنة النزاهة النيابية من جانبها قالت إن إقرار قانون الاقتراض مرة ثانية سيعمل على تدمير مستقبل العراقيين، يعني سيترك العراقيين في مهب الريح. وأضاف أعضاء اللجنة أن وزير المالية علي علاوي أبلغ البرلمان بإخفاقه في إعداد الورقة البيضاء الإصلاحية قبل إرسال قانون الاقتراض الثاني، مشيرين إلى أن العراق يخسر شهريا نحو 100 مليون دولار نتيجة الشركات الاحتكارية. السؤال هنا، ماذا عن الشركات التي يمتلكها رؤساء الأحزاب أو زعماء الأحزاب والكتل السياسية والميليشيات؟ ماذا عن الشركات التي تمتلكها عوائل بعينها؟ ماذا عن المنافذ الحدودية التي تمتلكها عوائل بعينها أو أحزاب بعينها؟ ماذا عن المطارات التي تمتلكها شخصيات بعينها؟ ماذا عن الزراعة والصناعة؟ لماذا لم تتكلموا عنها لا في البرلمان ولا في الورقة الإصلاحية؟ وضمن محاولات التنصل من مسؤولية الفوضى المالية في العراق أيضا،
النائب محمد الشياع السوداني يقول إن الورقة البيضاء التي تعدها الحكومة بشأن وضع جملة إصلاحات مالية تحتوي على قرارات موجعة، وأكد وجود مشكلة في إمكانية تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي وردت في الورقة البيضاء، مشيرا إلى أن الإصلاح يجب أن يبدأ أولا من تقليل الإنفاق والقضاء على الفساد. من جانبها قالت المتحدثة باسم تحالف النصر آيات مظفر إن الورقة البيضاء جاءت متأخرة، وأن العراق يحتاج إلى استئصال الفساد المستشري في الدولة. واتهم النائب رعد الدهلكي وزير المالية علي علاوي بتعمد تأخير صرف رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارته لا تتناسب مع حجم الأزمة الراهنة في العراق، وأن الأخير جاء للبرلمان أكثر من مرة ولم يتحدث عن قلة السيولة لدفع الرواتب. النائب عدنان الزرفي طالب بفتح تحقيق عاجل في قضية فساد شركة يونا أويل الفرنسية، وقال إن الشركة الفرنسية استلمت عقود بقيمة 1,700,000,000 دولار بعد أن حكمت محكمة الفساد البريطانية على ممثل الشركة بتهمة دفع رشاوى لكبار موظفي الدولة، من بينهم وزيري النفط وشركاء في التعاقدات الحكومية، داعيا إلى استرداد أموال البلد من قبل القضاء العراقي. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قالت إن شركة أورانج الفرنسية للاتصالات بدأت إجراءات قانونية ضد الحكومة في بغداد، مطالبة باسترداد استثمارات بأكثر من 400,000,000 دولار تمت مصادرتها في العراق. وأوضحت أن الشركة رفعت دعوى ضد الحكومة في مركز دولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بعد محادثات مطولة في محاولة لحل النزاعات التي استمرت منذ عام 2013 دون جدوى. وتابعت أن أورانج تؤكد أنها فشلت في التوصل لاتفاق مع الحكومة ببغداد بشأن مصادرة استثماراتها في كورك تيليكوم خلال الأشهر 19 الماضية. هذه يعني أهم الأخبار التي وردت في قضية الإنفاق وفي قضية الأزمة المالية. أما فيما يخص ورقة الإصلاح أو الورقة البيضاء، فنحن نجد كما قلت في المقدمة موقعة من خلية الطوارئ، لكن لم نجد من كتبها، من هي خلية الطوارئ، كيف شكلت خلية الطوارئ، كيف كتبت هذه الورقة، على ماذا استندت هذه الورقة. عندما تنظرون إلى فهرس الورقة تجدون فيها تقييم لبعض الأشياء، لكنها أهملت الكثير. أهملت لماذا تركت الصناعة ميتة، لماذا تركت الزراعة العراقية في مهب الريح، لماذا لم تحمي الحكومة المنتج العراقي، لماذا فتحت الباب أمام الاستيراد وتركت المنتج العراقي في مهب الريح. أبو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. مع شديد الأسف أنه هذا الموضوع يعني الحديث به ولو لكثرة تكراره بس صار متأخر جدا، يعني مو بعد 17 سنة. نعم. يعني لو طفل مولود من 2003 هسه صار رجل يافع. هي الشغلة معروفة. يعني هجر أكثر من 1,800,000,000,000 دولار من 2003 إلى الآن عبر التقارير الموجودة والتقارير الدولية، يعني مو تقارير دولية. هذول الموجودين الكتل على سؤال أفعل من أين لك هذا؟ نعم. وذاك اليوم حضرتك أو الأستاذ يمكن عمر حامد أو كذا قال خلنا نطلع صورهم لما إجوا هذول السياسيين بعد 2003 بعد 9/4/2003 وخلنا نطلع صورهم الآن. نعم. واحدهم كان كذا تقارن الصورة هاي بذيك الصورة ما ينعرف من أكل المال الحرام. نعم. سؤال من أين لك هذا؟ تعال بابا أنت عضو مجلس محافظة أو مجلس نواب عضو كذا، من لك كذا فندق وكذا عمارة بدبي وبالشارقة ومعروفين؟ أنت يا عياد علاوي اللي تحكي عن الفساد، من لك أكبر مصفى لتكرير البترول في موسكو؟ من جبت فلوسه؟ أنت يا عدنان الزرفي تحكي عن الفساد وأنت أكبر فاسد مالي وإداري وأخلاقي. نعم. دمر النجم دمار فظيع.
عدنان الزرفي، وبدل ما يعاقبوه أقالوه من منصبه كمحافظ ويفادون المفروض أموال المنقولة وغير منقولة، ويترشح رئيس وزراء. ومن يسوى رئيس وزراء؟ نعم، لأنه جاسوس أمريكي. حبيبي أهم شيء أن تلغي الجنسية المزدوجة وتفعل تخلي رقابة، والله العظيم حتى واردات النفط أخليها بصندوق النقد الدولي، وهذول ما أعطيهم غير بالقطارة، وأعدل قانون التقاعد وتوحيد رواتب مو جايب له رواتب. احنا وين صايرين؟ شعب جايهينو عمي يريدك غصبا عليك أن تركع لإيران وتركع لتركيا وتركع للخليج. يعني المواطن العراقي أصبح مواطن درجة 50، مو درجة ثانية ولا درجة ثالثة. شنو الإهانة والاستهانة بالمواطن العراقي؟ أسد كل المنافذ الحدودية، شوف السمع الدين يسقطون الكاظم بأي وسيلة، لأنه بدأ شوية يعالج مشكلة الفساد وشوية على المنافذ الحدودية. تجي ما يسمى بإقليم كردستان، مو من 2003، من 1991 إلى الآن يسرقون نفط ويبيعوه بنص أو 10% من سعر قيمته الدولية بالأسواق العالمية عن طريق جهان التركي إلى ميناء إيلات بإسرائيل. فلس واحد ما طونه زين؟ افتعلوا لهم شغلة ما سهل نينوى، افتعلوا لهم شغلة ما كذا، وهم أصلا مو عراقيين واحتلونا وجاي يقدمون ياكلون يشغلونا احنا بشغلات جانبيه. هم اكلوا نفسها المينوى وراح ياخذون كركوك، ثم شنو؟ هذا ما يقول لك الاراضي المتنازع عليها وعبرت على ما يسمون جزافا بالسياسيين. الاراضي المتنازع عليها هذا الاصطلاح لا يصلح الا على دولتين فاكثر متجاوره، مو على محافظات او مدن في داخل البلد الواحد. وهذا مسعود البرزاني قنبيز أربيل باعترافه قال نحن الأكراد لسنا عراقيين، لعد ايش عندك ببلدنا؟ وصرح تصريح خطير يقول مو فقط دهوك وأربيل وسليمانية وكركوك يعتبر مناطق كردية، يقول أي منطقة في العراق فيها ولو كر صغير يعتبر منطقة كردية. نعم. يا كلب ابن كلب من السياسيين هذا رد عليه الفلوس نهضوها، كلهم ذول قادة الكتل والأحزاب باستثناء الحزب الشيوعي كلهم حرامية. وشكرا. شكرا لك أبو زينب. يعني بداية أحب أتمنى من السيد المخرج، كانت أكو صورة على الشاشة همين ظهرت للبرلمان العراقي، أتمنى يعرض ليها. بس على تقييم الوضع الراهن من الورقة تقول أنه يعاني العراق من ضغوطات عدة ناتجة عن الأزمات المالية والاقتصادية التي يواجهها جراء انخفاض سعر النفط. أريد أسأل سؤال واحد، هي بس هاي؟ شو لحد الآن دا يحجون عن النفط بس؟ يعني أنتوا تعرفون العراق دا يعتمد 90% بموازنته على النفط، إذن لماذا لا نذهب إلى الموارد الأخرى؟ يعني هل خلى العراق من باقي الموارد ومن باقي الخيرات؟ هل لا يوجد في العراق سوى النفط للتركيز عليه؟ النقطة الثانية أن الخلل في الهيكل الاقتصادي هو حاصل لتراكم السياسات العامة والاقتصادية منذ سبعينيات القرن الماضي والمتمثلة بتوظيف عوائد إيرادات النفط المتزايدة للبلاد كأداة لتضخيم دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع من خلال توسيع القطاع العام، سيطرة الدولة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد، الدور الريعي للدولة في تقديم الخدمات العامة للمجتمع، وقد توفرت الفرص لتغيير المسار ما بعد عام 2003. نقف هنا. الكل يعلم أن الموازنات التي كتبتها حكومات الاحتلال، أقف عند هذه النقطة، هذه الصورة، هؤلاء في هذا التقرير يقول يجب أن ننظر في رواتب الموظفين وخصوصا المتقاعدين الذين لا يأخذون سوى 2000، لم يذكروا راتبا واحدا لهؤلاء. أسأل الشعب العراقي، هل يستحقون الرواتب التي يأخذونها؟ لماذا لا يذكروا؟ لماذا لم نجد واحدا فيهم يقف ويقول أنا أقدم راتبي للشعب؟ لماذا لم نجد
رئيس البرلمان يقف ويقول هذه الورقة الإصلاحية تنظر في إصلاحات وتقول أننا يجب أن ننظر في الرواتب، رواتب الموظفين والمتقاعدين، رواتب الموظفين التي لم يستلموها، رواتب المتقاعدين التي فيها حيف وضيم كبير للمتقاعد العراقي، خصوصا من خدم العراق لسنوات طوال، بينما هؤلاء يعيشون في راحة بال. السؤال الذي يطرح في قضية تراكم السياسات العامة منذ سبعينيات القرن الماضي بتوظيف عوائد النفط للبلاد كأداة للتضخيم، أسأل الشعب العراقي، هل كان العراق في سبعينيات القرن الماضي يعتمد فقط على النفط؟ ماذا عن المصانع العراقية؟ مصنع الإسمنت ومصنع الأدوية ومصنع الجلود ومصنع السيارات ومعمل إطارات ومصنع للألبان وكثير. وزير الصناعة السابق يقول العراق يمتلك 10,000 مصنع متوقفة. ماذا عن الزراعة؟ ماذا عن السياحة؟ اتصال من ديالة؟ أبو راقية، حياك الله أبو راقية. السلام عليكم أستاذ، شلونك أستاذ عمر؟ عليكم السلام والرحمة والإكرام. يا إصلاح يا دنيا، هو البلد عم البلد راح انتهد ومروه. نعم. الله شاهد البلد اندمر، لا ورقة إصلاح بعد تنفع ولا تنفع، كل شيء ماكو، البلد راح اندمر، حتى رقابة صحية ماكو، رقابة على أطباء ماكو، يعني اليوم أراجع دكتورة مستشفى دياله تقول لي والله احنا نفحص يوميا 5 مرضى. نعم. وقصيت فاصل 3000، قلت له عاد خوما اطلع على قول فاصلات، اقول له الممرض بعد لا تقص فاصلات يابا، ترى انا ما اكشف بعد. تقول لي روح بعد سنتين تقدر تراجع بالفاص، قلت له وانا مو بحال فلوس، بس عمي ما ضل كل شيء انتهت، هي هو عراقنا انتهى. امان الله نهو، بس ان شاء الله يوم 25 ان شاء الله ينسحنون، بجاء حق محمد ينسحنون ان شاء الله يوم 25 ينسحنون، هاي مال ورقة اصلاح وطلعوا بيها من سنة 3 لحد الان، جوا على ظهر الدبابات، ايران جابتهم وامريكا جابتهم وجايين لسه يدورون اصلاحات من الحلبوسي ما ادري منه، والكاظم هو الكاظم، شنو القدمة للعراق؟ والقدمة شنو؟ صار له 3 أشهر 4 أشهر، شنو القدمة؟ هسه تمرنيه وقفها، الرواتب مال العالم موقفه، يعني كل شيء بسواه مجرد هم جابوه، بس ان شاء الله يوم 25 ينتحلون بالشوارع ان شاء الله. نعم. فشو تسوي يا استاذ عمر؟ والله عم استهذلنا في القرحان، الله شال استهذلنا، محافظتنا يعني منتهيه منتهيه نحو الاسوء، محافظ صار لي 4 سنين تشلف المحافظه، يا عمي اطلع روح انقله بهذلال المحافظة، الله شهد يوم يطالعين الفرارة، يوم منح المطارات وماخذين الحالة وراجعوا للمحاكم وما أدري شنو، كل استمايل ذات عقوبات، يتفعد المحكمة يقول لك جيب لي صورة خايف. نعم. وإن شاء الله أستاذ عمر نطلب إن شاء الله من الثوار وإحنا وياهم، وإحنا عندنا رابطة مع شباب في ديالة، نروح يوم 25 واحنا سنعتهم، بس هاي ان شاء الله ان شاء الله مو مثل المظاهرات السابقه، نطلع وننكتل ونرجع، وخلي يعوفون المرجعيه، لا يمشون وراء المرجعيه، امان الله هو الود الشعب المرجعيه، ثمره هذا الشعب هي المرجعيه، ليش هو مو طبل الخضراء صدر، مو طبل البرلمان، هاي انطاكسر كليت وسحبهم انت. واشكرك استاذ عمار، شكرا 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 لك ابو راقي. يعني القضيه الاخرى لما نكتب يقول لقد جاء سياسات توسيع دور الدوله في الاقتصاد والمجتمع، سيما نفقات رواتب الموظفين والمتقاعدين مرتفعه على حساب الانفاق الضروري جدا على البنى التحتيه العامه المتهالكه نتيجه اكثر من 4 عقود من الصراعات، ما ذكروا الاحتلال، ما ذكروا بيع وشراء المناصب، ما ذكروا الوظائف الوهمية، ما ذكروا الحمايات اللي البرلمان اللي اجى قام ياخذ لـ20 و30 راتب، ما ذكروا السرقات اللي حصلت من 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 سياسيين، ما ذكروا الصفقات الوهمية،
ما ذكروا صفقة الأسلحة الأوكرانية لأجهزة الكشف عن المتفجرات لأجهزة السونار اللي نصبوها وكل شيء ما سوت نصبوا أجهزة السونار منها وصار تفجير الكرادة منها وراحوا 300-400 واحد جابوا أجهزة متفجرات وما شفنا عبول لزمت هكذا ما يذكروها بس رواتب الموظفين والمتقاعدين هي سبب الأزمة ليش؟ لأنه متقاعد اشتغل 40 سنة ويأخذ 400,000 هذا سبب أزمة بس برلماني كان حافي اجى صار وصعد بتزوير او لان عنده محسوبيه او دعم واحد يحب ايران وايران تحبه ياخذ 50,000 دولار و60,000 دولار هذا ما يسوي ازمه يقللون راتب المتقاعد اي بس يقل راتب البرلماني هذا خط احمر يقل راتب الوزير هذا خط احمر ويطلع الوزير ويقول احنا وزير الصناعه ما يقدر يسوي شيء لان الصناعه لازم ما تشتغل يطوف فلوس ويقولوا له لا تشغلها هذا ما يسوي له شيء أم أزهار من بغداد ويانا حياك الله السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام أحييك وحيي هاي القناة الحرة العظيمة وعامليها حياك الله إحنا ما نعتب على هذول الأوباش هذول أوباش كل شيء ما يسوون هذول حرارية هذول يبوقون كل شيء ما سووا هم يوبيهم خير خلوا عينهم عن النفط والنفط دا ينباق للأكراد الأكراد ده تأخذ النفط وتأخذ رواتب وصح ما عندنا البلد كله انباع وهم يصيحون ما عندنا الموظف ما قاموا كل 50 يوم يلا ينطوا راتب المتقاعد قطعة ونص راتبه ها وهم ده يبوقون بس هو الكاظمي لو هو يريد صدق يقول اريد اسوي صدق اطلع الحراميه كان اول ما حاكم المالكي ما يقول للمالكي انت وين وديت الفلوس انت ليش سقطت الموصل انت ليش وين فلوسك برا ابنك ليش برا او اللي سوى ما سوى او الجعفر اللي هو دا يتمشى في انجلترا هو واولاده هناك قاعدين يعيشون على حساب العراقيين او العبادي او كلهم هذول الحفالات اللي اجوا حافين اجوا بشكل عودة صاروا كل واحد بغل هالقدة حش السامع يبقون من دم العراقيين هذول أوباش هذول ما نعتب عليهم هذول اجوا يمصون دم العراقيين هذه هي ما عندهم لا ضمير ولا وجدان ولا اي شيء لو عندهم ضمير كان اول ما فكروا بالناس اللي خلوهم بالخيم الفقر الناس الفقر هم واطفالهم وشيوخهم كان فكروا بالشباب اللي كل واحد عنده شهادته وهسه كلهم قاعد ينتهر شاب على الجسر شنو ليش من الضيق من الجوع من ماكو منزل يعيش فيه مثل اوادم ليش هم يلبسون ياكلون عوائلهم وغيرهم جوعانين ما يستهون هذولا مو شرفاء هذولا انذال هذولا عقراء هذولا مال واحد يوم 25 نخلي قدره بحلقهم ويسحلهم بالشوارع هذولا وانا اشكرك شكرا لك ام ازهار محمد من بغداد حياك الله محمد من بغداد ايوه ياك محمد حبيب قلبي عيني والله احنا عندنا سجين والسجين خلينا انا محامي نعم هجموا بيوتنا المحامين والمحاكم ودبينا فلوسنا كلهن وهبابنا عندنا هالعجوز عندها راس بالرعايه وكتلونا كتل والله ما يصير بعنا بيتنا وهسه قاعدين ايجار ودحنا والله دحنا يا ناس والله دحنا مو وضعيه هسه اي والله يعني عندنا سجين وهذا السجين ابابها عود من تشفين على الله وعليه وصار له شهرين ودحنا وخلينا المحامين مو وضعيه نعم اخ محمد احنا ان شاء الله يوم غد الحجيه والله انجلطت الحجيه والله نعم والله اي والله يعني شلون بقت ملابسنا اكو احد يشتريهن ملابسنا اكو احد يشتريهن حتى نضلع ابننا والله مو وضعيه هاي نعم ايه شكرا لك محمد تابعنا غدا ان شاء الله في برنامج صوتكم ستجد
ما يعني تصبو إليه. واليوم هيئة علماء المسلمين نشرت وثيقة رسمية للحكومة العراقية التي أمرت في عام 2017 فيها الوزارة وزارة العدل إدارة المعتقلات بالتضييق على المعتقلين والمسجونين. سنتكلم عنها بشكل تفصيلي يوم غد. شاكر من بغداد حياك الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية لك وتحية لسادة القناة الرافدين المحترم. حياك الله. الله يا أخ أخ المشتاقين صوتك جدا جدا. حبيب قلبي. اللي يسلم قلبك فقالي والله عزيز علينا وكل الكادر قناة الرافدين أعزاء علينا، لكن والله يا أخ أفل احنا نتكلم نتكلم عن المعتقلين والله مصيبة، نتكلم عن المقيدين مصيبين، نتكلم عن الثوار اللي انقتلوا وراحوا شهداء 500 شهيد، هاي المصيبة الثالثة. المصيبة الرابعة الاغتيالات والقتل. المصيبة الخامسة حكومة كانت حفاي، كانوا يبيعون سبح، يبيعون فرج، يبيعون ما يبيعون، فلوسنا ما شاء الله مليارات ودفاتر ودولارات وتريليونات يحشون بيها. يا أستاذ أفل شنحكي مو احنا حملنا مصايب من 2020 17 سنة اليوم اي سياسي من دول الكلاب حسب سامع دول المجرمين الانزال شفنا من عندهم. انا ما اتكلم عن سياسي سني او سياسي شيعي او سياسي كردي او تركماني، كل السياسيين شلع قلع، حتى السستاني، حتى الصدر، حتى الخزعلي، العامري، الحكيم، كلهم حتى السياسيين السنة. يا أستاذ أبل شفنا من عندهم، شفنا من عندهم يا أستاذ أبل. يعني لحد أسألك بالله صاحب شهادة ومعدل عنده معدل 98، المعدل مالته 98 يشتغل حمال بالعلوة وما شاء الله يا ربي، وعندنا ما شاء الله ضباط دمج حتى يستلمون ملايين وسياسيين. والله 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 وأنا أقسم يمين وأنا مسؤول أمام الله عز وجل، سياسيين وبرلمانيين وثلاث أرباعهم شهايدهم تزوير، الشهايد مالهم تزوير مو صحيحين، وصعدوا بالتزوير مو بالانتخابات وما حد انتخابهم. لكن يا أستاذ هذا شو تتكلم؟ شو تتكلم؟ البلد مباد، البلد انسرق، سرقت إيران، سرقت أمريكا، سرقت إسرائيل، سرقت دول السياسيين الأنزال، الله يهجم بيوتهم إن شاء الله عليهم. بس أنا وأنا أوجه رسالة للثوار للمتظاهرين الأطهار الأحرار، أوجههم رسالة من أخوهم شاكر من أهل بغداد، أقول لهم يا أخوان رحم الله والديكم، لا تظلون قاعدين، لا تظلون قاعدين، هبوا هبة رجل واحد. والله 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 أنا ضرير وأفدي روحي، فأنا أرتب وياهم أولهم أرتب أني. وتحية لك وتحية شكرا 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 لك أخ شاكر. طبعا الورقة تقول يعني أرقام مخيفة، ومن ضمنها تقول الفترة من 2004 إلى 2020 ارتفعت نفقات رواتب الموظفين والمتقاعدين بنحو 400% بالقيمة الحقيقية، وارتفع العدد الإجمالي لموظفي القطاع العام بأكثر من 3 أضعاف. يا موظفين وينهم؟ لعد الثوار ليش ثايرين؟ منو لاقي وظيفة هسه بالعراق حتى تقولون ارتفع العدد الإجمالي لموظفي القطاع العام؟ ومنو لاقي وظيفة؟ شغلة ثانية تقول من 2006 إلى 2018 ازداد متوسط مدفوعات رواتب القطاع العام، يعني نمقوها، زاد الراتب للموظفين ب 134%، وكانت هذه الزيادة أكبر بكثير من الزيادات في إنتاجية العمل اللي قدرت ب 12% أو كلفة المعيشة 28%. يا إنتاج، ماذا يملك العراق من إنتاج اليوم؟ أين هي الصناعة العراقية أصلا حتى نتكلم عن إنتاج محلي؟
أين الغاز؟ أين الكهرباء؟ أين البنزين؟ ما هو إنتاج العراق أصلا؟ أبو حسن من بغداد معنا، حياك الله. الله يحييك أخوي يا فل، حياك الله. شلون صحتك يا أبا؟ نحمد الله على الله يبارك أخي يا هؤلاء، الله يبارك فيك أخي العزيز. هم دول يدورون على سنات هسه الفيكة مالتهم بين عندهم يسوون إصلاح، هم إذا هم أصلهم مو صالحين شلون يسوون إصلاح؟ يعني هم سووا محسة وما عندهم إحساس، كذب ترى، كله كذب يروحون على الشعب، يعني يقول لك نسوي كذا ونسوي كذا، كله كذب. يعني هم من البداية يعني هجروا المناطق السنية، وقلت لكم اخوان ترى وراها راح الجنوبية راح تدمر. زين هم ايش سووا عندي حسون الإصلاح؟ هذا مقتدى يقول لك احنا اهل الإصلاح، يا إصلاح انت اصلا عصابتي حرامي لص بشكل لا يوصف، اي اصلاح؟ وذول اللي ما عندهم عقول، المغيب عقولهم وما يعرفون يصرفون وما عقل ماكو، مصابين بدوله. يعني اتعجب انتوا يا شعب العراق، انتوا يعني ما تحسون هاي الارامل والايتام؟ ايش كم ارمله عندنا بالعراق؟ كم يتيم؟ كم معوق؟ كم انسان يعني عايش على الفضلات؟ يعني انا لما اشوف واحد يلم اكل بالزباله حشاكم انتوا وياكل، هذول ما هزتهم مشاعرهم؟ ما قالوا هذا بشر؟ زين هاي وحدة الصناعة، شنو صناعتنا؟ كنا قبل هاي الصناعة الخفيفة بغطي العراق، الماي تعبان، الحصة التموينية تعبانة، يعني شنو دي يصحون دي يسوون يعني إصلاح؟ على أي إصلاح يعيشون؟ هم عمرهم ما يعرفون يصحون حالهم، ما يعرفون يصحون أولادهم، يعني علموهم كان من فقر إلى حياة البذخ. وحدث ولا حرج، امورهم صارت زينه، ما يهتمون دوله، عمرهم ما يهتمون بالعراق لان هم مو عراقيين. يعني تجي للمغيبين المعتقدين، جهاد رئيس الوزراء، رئيس الوزراء على السناد والامور كلها بيدك، وقال قوات مسلحه، لان ما طبيت بالسجن ما هزك ضميرك وطلعتهم او سويت كشف بين هذا مجرم ما مجرم. هاي وحده. اثنين لما تجي للعوائل اللي مهجره وبالخيم، تعالوا رجعوا ببيوتكم، زين يقعدون ببيوتهم فين مفلشه؟ زين الجثث اللي صارت جوا الحطام مال البيوت، يعني ما هزتهم مشاعرهم هذول؟ ما قالوا هذول بشر؟ الله خالقهم، انتم خالقهم من غير شيء، وهذول الناس الفقراء الابرياء من غير يعني غير خلق. فهذول يصدقون بمية عراقيين بين تروحون للانتخابات او يسوون شيء؟ كل هذول كلها رياء ابرياء، يعني هم جعلوا هذول العمايم مسيطرين واكو سذج بسرعه ياخذون كلامهم قبل بدون تفكير. يا هاي المصيبه بدون تفكير، زين هاي الحياه بسرعه عامه، الكهرباء المي، يعني كهرباء صار كم سنه ما يصلحوها؟ اشو كلها بوق. وذاك اليوم طلع على فيديو على هذا الفهداوي قال له ها صار انت مو تسيت وزير الكهرباء ليش؟ ولا دار لبال وما يعرف يحكي. هذول خدم وزراء كفر والله، هذا يبيع كبه وهذا يبيع شبح وهذا حمله دار، وما شاء الله واحد يسلم الثاني، وسووا الدستور على اكثريه يسبي هم يتجمعون الشله مال الحراميه السفله يسبي، يعني يصيرون هم يجتمعون كبر ويخلون القائمه اللي فازت ادراج الرياح. يا عراقيين الأمل بالله كبير، وانتبهوا خلوا عندكم شوية يعني غيرة، هي نقطة، وعيب النقطة تروح من قصة العراقي. نعم يعني العراقي كان قيمته كبيرة كلش، ولذلك ولو وطلت عليك أخوي أمل الغالي. نعم. الغالي حيل غالي. شكرا 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 لك أبو حسن. عفوا قبل ما أخذ أي اتصال، يعني ذني شكلي ان هم راسميها بالورقه. شكل رقم واحد يقول اعتماد العراق على الايرادات النفطيه مقارنه بالدول الاخرى المصدره للنفط، راح تلقون العراق هو طبعا دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ووسط وجنوب اسيا، وسط وجنوب اسيا موجوده بس ايران، ما موجوده البقيه. لكن راح تجي العراق ثاني اسم اعتماد 92%، هذا المصدر تقرير صندوق النقد الدولي عن العراق 19/249. آخر دولة إيران، إيران تعتمد بنسبة 26% ونسبة 74% تعتمد على مصادر غير نفطية. شكل رقم 2
مقارنة بين العراق ودول مختارة في متوسط الإيرادات الضريبية غير النفطية، يعني الاعتماد على النفط من عدمه، بقى العراق 1.4% من قيمة الواردات العراقية، أذربيجان 13.6، ماليزيا 13.9، الجزائر 30.6. سؤال اللي نطرحه، معمل ميلامين العراق، هذا المعمل الذي كان يصدر أطباق وكاسات، وين جاي؟ إذا شغلنا إدارة، منفذين، مهندسين، مهندسين للتطوير، مهندسين للصيانة، وعمال، رواتب، بطالة قلت، وتصدر وتأخذ فلوس، ليش واقف؟ معمل تيارات الديوانية ليش واقف؟ معمل الجلود ليش واقف؟ وزير الصناعة محمد الشمر يقول 10,000 معمل واقفة، ليش؟ وزير الصناعة السابق أبو محمد من الموصل ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أستاذ أفل؟ نحمد الله على كل شيء. تحية لك وقناة الرافدين البطلة. حياك الله. والله يا أخي يعني عجز لساني شرد عبر عن هذول الحكومة دمرتنا من 2003 ما شفنا راحة لحد الآن. نعم. ضعف وسلب ونهب وفساد. نعم. أي والله يا أخوي الوجبة ماكو. يعني من كانت 14 مادة 15 مادة بأيام زمان بأيام من النظام القبل هالسعينة مادتين وماكو. تعبونا دمرونا. أنا معك محمد من الموصل. شوفونا المساتر وين بالموصل. والله العظيم دمرونا دولة هم وميليشيات والفسالة دولة. والله العظيم أنا قناة الرافدين أنا من تأسيس ترى متابعكم من 2006-2007 لحد الآن. أنا ما أتابع بالليل إلا قناة الرافدين. حياك الله، نتشرف بك وبباقي الشعب العراقي من زاخو إلى الفوق. تحية هذا قناة البطل الشريفة هذه ماكو قناة مثلها والله. يا اخي شو شعب عنهم ما يعني ما عبر يعني شو سالف عنهم الثاني عجز. يا اخي دمرونا دول والله دمرونا. جرب دول جرب جو ينزلوا علينا جرب جربوا دول دمروا البلد انهزوا البلد دمرونا فلسوا البلد كل فوق على ايران هم ومين اسمعني استاذ افل. نعم. خيرات هذا البلد كله عيران قراءه يعني ما خلوا هذا البلد كش دمرونا دمار. والله استعان المواطن من الموصل والله العظيم بالقرآن 3,004 يوميتي اجي على نطلع من الصبح ما اجي للمغرب لا راتب رعايه لا راتب لا شيء كل شيء ماكو دمرونا دمار. كلها خيرات هذا البلد نهبوها كلها ودوها على ايران مؤمن شاتهم القدر هذول قادرين والله كريم الله رب العالمين ان شاء الله هو اللي يستنقم منهم ان شاء الله. نعم. شكرا شكرا لك ابو محمد. اخطات في ذكر اسم وزير الصناعه السابق قلت محمد الشمري اعتذر هو محمد الدراجي. محمد الدراجي في لقاء تلفزيوني قال انه 10,000 مصنع عراقي متوقف وان الصناعه العراقيه عطلت بشكل متعمد من الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وأثارت رأي عام إلى العالم بأن العراق لا يمتلك صناعة محلية في البلاد. أيضا خبير اقتصادي يقول أن العراق يستطيع أن يشغل 5,000 عامل في كل مصنع، يعني 5,000 في 10,000 ضربوا الرقم وشوفوا شقد راح نستورد عمال مو بس نشغل الموجودين بالعراق. دول الثوار واللي ما عندهم شغل والعاطلة عن العمل كلها تشتغل ب10,000 مصنع. خبير اقتصادي في تقرير آخر دعا الحكومة العراقية لتطوير صناعة السيارات العراقية. يمتلك العراق معامل لصناعة السيارات ومنها معمل الإسكندرية. نعم هي ليست بصناعة عراقية 100% لكن يستطيع تشغيل خطوط إنتاج حالة وحال الكثير من الدول حال مثل مصر وإيران وسوريا لديها مصانع الكثير من الدول. محمد الدراجي قال
يفرض على المنتج العراقي في ذكر مثالا في اللقاء التلفزيوني إنتاج الألبان مثلا، يقول الألبان العراقية هي أفضل الألبان في المنطقة، لكن يفرض على المنتج العراقي خلوها من المواد الحافظة، تتلف خلال أسبوع وتصبح غير صالحة للاستخدام البشري في أسبوع من تاريخ الإنتاج، بينما يسمح للمنتج المستورد بأن يحتوي على مواد حافظة. فاتجه الموزعون واتجه الناس إلى المستورد الأجنبي لأنه يستطيع الحفاظ عليه أكثر من شهر وشهرين وثلاثة وستة أشهر دون أن يخرب، دون أن يتلف. فأوقفت الصناعة العراقية. لماذا لم تتطرق إلى هذه القضية؟ قضية الزراعة مثلا، البرتقال والحمضيات في ديالة، الطماطم، الحنطة، الشعير، لماذا لم تتطرقوا إليها؟ لماذا تناسيتم في ورقتكم الإصلاحية 700 طن من الحنطة أكلها الطير؟ كيف لا نعلم؟ أم عبد الله من بغداد حياك الله. ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك ولقناتك الشريفة ولكل العراق الشريف. حياك الله. حضرتك تقول انه ما المعامل كلها متوقفة، صار لنا 17 سنة استاذ، احنا عبارة عن اصابة ولصوص حكومتنا. اريد بس واحد طلع لي من الحكومة شريف، من رئيس الوزراء الى موظفين قسم الموظفين الكبار والمدراء العامين، شريف قدم خدمة للشعب العراقي. يعني أستاذ إحنا ترى تحت مؤامرة كبيرة جدا، ترى إيرانية إسرائيلية أمريكية هي وصلت البلد إلى هذا. يعني إحنا ليش ما نقول إنه الورقة البيضاء ترى هي عبارة عن مقاول كاذبة أستاذ؟ نعم. يعني صار لنا 17 سنة هسه صارت الغيرة عندهم يقدمون ورقة البيضاء وبيها محاور أول محاور الثاني ومحاور الثالث وإنه إصلاحات وما أدري إيش. 17 سنة لما دمروا العراق وسلبوا ثروات العراق. هسه الآمري والخزعلي أستاذ يقول إحنا نحمل الكاظمي مسؤولية الفشل في حكومته. ليش؟ لأنه ما ذكروا إنه سبب الفشل من جاء الكاظمي هي الخزينة فارغة. العراق كله يعني ماكو شيء، كله انفلات أني وثروات ماكو، لا مصانع أكو، لا القتل موجود، المحافظات اتدمرت، المعامل كلها انسرقت. يعني هذا ما يذكر ان الحشد هل هو قام بعمليه التدمير. بالاضافه الى هذا الامري والخزعلي يحملون الكاظمي لانه ما حملوا نور المالك ولا العبادي ولا عادل عبد المهدي مسؤوليه انه هذا الانفلات وهاي الحاله اللي وصلنا اليها. يعني احنا الشعب العراقي صار شوكت صار استاذ للمطالبه بالاصلاحات. صاروا سنتين المناطق الجنوبية، بس احنا صرنا من سنة 2014 احنا ترى احنا المحافظات احنا قلنا هذولا ترى حرامية، هذولا بيهمشون الشعب العراقي، ووصل الشعب العراقي الى هاي المرحلة هسه. بالاضافة الى هذا يا استاذ، هي المصيبة الكبرى رجال الدين وفتح قنواتهم القضائية اللي تعتمد على الأموال الصهيونية والماسونية، ويقول أنا أخلي الماسونية على رأسي وأمسح أحذيتهم وما أدري إيش، ويستخدم اسم فاطمة الزهراء بالإذاعة. الله أكبر، هيك وصلنا إلى هذه المرحلة إنه رجال الدين يشككون بالدين الإسلامي ويقومون بعملية تفتيت الوحدة الوطن العربي والإسلام بالعراق بالذات وبالدول العربية. يعني هاي وصلنا إلى هذه المرحلة أستاذ، ترى العراق ما إلى حال إلا إذا صح طلعوا يوم 25 وإذا عندهم كلمة صحيحة يا شعب العراقي إنه نتخلص من هذا الشيء. وتحياتي لك. شكرا لك أم عبد الله من بغداد. طبعا قبل ما أذهب إلى الواتساب، آخر شيء، تكلفة توليد الطاقة الكهربائية لعام 2018 نسبة مئوية من الناتج المحلي. الكهرباء المستوردة من إيران أول وحدة، الكهرباء المشترى من منتجي طاقة المستقلين ثانية واحدة مع تحويل الميزانية، يعني مدفوعة. الغاز المستورد من إيران تحويل من الميزانية.
الغاز الجاف المستورد أو المستخدم من شركة غاز البصرة 0.2% أقل من التسعيرة العالمية ب 0.4 دين. استيراد الغاز السائل دين، وقود الغاز دين، الخام الغاز دين. ليش العراق ما بغاز؟ البارحة نشرنا أخبار عن هدر الغاز العراقي، ولو فعل شركات بتروكيماويات إيش قد راح توظف من العراقيين وتعطيهم رواتب وتقلل البطالة وتستخدم هذا الغاز وتخلص منها الدين اللي هلك اشتافات الشعب العراقي. رسائل الواتساب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي مناشدة أريد أطلقها عبر قناتكم مع الدليل. السلام عليكم، مناشدة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وإلى وزير الداخلية عثمان الغانمي، تم خطف الطفلة ملاك حاتم كريم وقتلها ورميها في حوض الماء بتاريخ 17/8/2020، وإلى حد الآن الدولة متسترة على الجريمة مع العلم. تم كشف المجرمين عن طريق الكاميرات أو المجرمة عن طريق الكاميرات. أرجو من وزير الداخلية عثمان الغانمي التدخل ومصطفى الكاظمي التدخل. موقع الجريمة ميسان قضاء الكحلاء، وبعث لنا صورة الطفلة والفيديوهات اللي أخذوها من كاميرات المراقبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعينكم ويصبركم. الرسالة الثانية رسالة موجهة من أبو حاتم من الموصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أفل، من خلال هذا البرنامج صوتكم صوت الأحرار في العالم، احنا اليوم منبر الرافدين، غدا إن شاء الله صوتكم، أوجه رسالتي وندائي للشعب العراقي وللأهل في نينوى والجريحة خاصة، وأقول المؤمن ما يلدغ مرتين على أمراء القبائل وشيوخ العشائر العربية كافة وغيرها ومواطني ورجال الدين نينوى وأهلها والشعب العراقي عامة أن يعلنوا تضامنهم مع الإخوان أبناء الطائفة اليزيدية في العراق عامة وخاصة في سنجار قلب نينوى النابض، مع شيوخ وعشائر طائفة ورجال الدين وأبناء شعب هذه الطائفة المنكوبة رد اعتبار لهم في هذه المرحلة الحرجة في منطقة سنجار، وسائل نينوى من تآمر الاحتلال وأعوان الفاسدين والأحزاب الهزيلة في العراق على نينوى الحدباء قبل فوات الأوان، وأعذر من أنذر. مشاهدينا الكرام، قبل أن نختم نوجه عناية السادة مشاهدينا الكرام إلى أن تردد قناة الرافدين الجديدة هو 10727 على مدار القمر نايل سات، لذا يرجى من مشاهدينا ضبط أجهزة الاستقبال على هذا التردد الجديد. مشاهدينا الكرام، منبر الرافدين انتهى. اليوم تكلمنا عن بعض نقاط الورقة الإصلاحية. الورقة الإصلاحية التي قدمتها حكومة الكاظمي تحوي 90 صفحة، 90 صفحة لم يتكلموا فيها عن الكثير من النقاط التي يستطيع العراق أن يبني نفسه ويقف على رجليه. ولو أرادوا أن يتكلموا عن النفط والأموال الموهوبة فقط واستردوها ليقف على رجليه مرة أخرى، لكنهم يتغاضون عن ذلك نتيجة الرواتب التي يأخذونها، ويلقون باللائمة على المواطن العراقي فقط وعلى راتب المتقاعد وراتب الموظف. الكلمة لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.